النتيجه هتبقى ان شاء الله نتيجه جيده للمنتخب، الامور هتبقى اصعب شويه على النادي الاهلي، ولكن في النهايه هذا هو الامر. ان شاء الله اللي جاي بافضل وافضل وافضل عشان نقدر نصل بافضل شيء لمنتخبنا الوطني وافضل شيء للنادي الاهلي وللانديه البقيه اللي موجوده وبتشارك في البطوله الافريقيه. امبارح الاستاذ خالد الاتربي كان بيتكلم عن محمد صلاح، وكان بيتكلم عن دور القائد، وكان بيتكلم واختلفنا انا وهو يعني في وجهات النظر. فالحقيقه النهارده انا شفت ان هناك قائد كبير جوه الملعب، وده اللي انا كنت بقوله امبارح، انه مهما كان مستوى محمد سواء كويس او وحش، ولكن محمد وجوده في الملعب زي ما شفنا كده بيخلي خمسه سته دايما حواليه. فخلينا ناخد الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد ازاي حضرتك الاول؟ ده اولا. ثانيا النهارده اولا رايك في مباراه منتخب مصر، رايك في اداء محمد صلاح النهارده؟ مساء الفل يا كابتن اسلام، مساء عليك ومساء على كل مشاهدين قناه الاهلي. وطبعا طبعا مستوى قوي، المستوى المطلوب من منتخب مصر انه يكون كده. الروح يا كابتن اسلام، صح، روح لعيبه منتخب مصر النهارده نشعر وكان ان المباراه مباراة رسمية لم تكن أبدا طبع مباراة ودية. عايز أقول لحضرتك إنه في المرات القليلة جدا إن لعيبة المنتخب تكون أكثر حدة بدنية، حدة بدنية، عايز أقول تصل لمرحلة العنف وفي بعض الأحيان وده ناتج عن شح كبير جدا، ناتج عن رغبة كبيرة جدا في انك تقدم مباراه كويسه، رغبه في انك حاسس بالمسؤوليه، حاسس ان الامور بتقرب، حاسس ان انت بتلعب مباراه مع خصم قوي. وزي ما قلنا يا كابتن امبارح ان ده بيبقى ناتج عن شخصيه مدير فني، شخصيه قائد في الملعب، صح، شخصيه لعيبه. بس احنا عمرنا ما شككنا الحقيقه في مثلا روي فيتوريا من الناحيه الفنيه، ممكن يكون النواحي الاداريه عندنا في مشاكل معاها، وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع الاستاذ محمد مراد والتنسيق اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. يعني مجرد تنسيق بسيط، المباراه كانت يوم 17 الحقيقه، اللي انا اعرفه ان المهندس سيف الوزيري والاستاذ محمد يحيى كان لهم دور في ان المباراه تبقى يوم 16 علشان النادي الاهلي، مش عشان النادي الاهلي ولكن عشان نادي مصري عنده مباراه بعدها باربع ايام في تنزانيا واولى مباريات الدوري الافريقي. فهنا التعاون دايما هو اللي بيوصل، التنسيق البسيط ده هو اللي بيوصلنا سواء لشكل منتخبنا الوطني الرائع او ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في المباراه الاولى. طبعا يا كابتن الكلام هو فظيع اصلا، يكون في تعاون خاصه لما يكون في اتحاد افريقي متخبط، لما يكون في اتحاد عشوائي بيضع اجنده المفروض ان هو عارف بطولاته عامله ازاي، فلما يكون الاجنده الدوليه قريبه من البطولات القاريه اللي عندي، صحيح، اللي انا بحطها بايدي، فلابد ان انا ولما ما يكونش في حلول لابد ان يكون في توافق ما بين كل الاطراف، لان مصلحه النادي الاهلي ومصلحه منتخب مصر، مصلحتين الاثنين عمرهم اصلا ما يكونوا متعارضين، عمرهم ما يكونوا متعارضين، صحيح، الطبيعي ان هم ما يكونوش متعارضين. طيب استاذ خالد، احنا امبارح اتكلمت عن القائد ووجود القائد، وكنت بتتكلم عن محمد صلاح، ما كانش عاجبك يعني ان محمد هو يعني ان الفرقه او المنتخب بياخد روحه من قائده سواء جوه الملعب او بره الملعب، المدير الفني. النهارده تحديدا انا قلت لهم هاتوا لي الاستاذ خالد، علشان لانه النهارده الحقيقه انا شفت ان محمد صلاح، وده الكلام اللي انا كنت بقوله امبارح، ان محمد صلاح سواء كويس او وحش وجوده بس في الملعب مهم جدا. لا هو في هنا جزء مهم. اتفضل. انا طلبت امبارح من محمد صلاح انه يكون كده زي ما حضرتك، يكون ايه؟ معلش مش سامع، يكون ايه؟ يكون كده زي ما حضرتك، بالشكل اللي احنا النهارده شفناه بيه. هو ده، حتى انا شددت كلامي وقلت انا ما قلتش ان محمد صلاح، ايوه، بس انا جالي تعليقات كتير في الموضوع ده، فعشان كده انا جبتك النهارده عشان يعني الناس تفهم وتسمع. لا انا امبارح وانا بقول ويا ريت الناس حتى ترجع تسمع، انا قلت ان في فرق كبير جدا يا كابتن اسلام ما بين النجم وما بين القائد. قلت النجم شيء ونجم الكره شيء، وقائد يشد فرقته ويشد اللعيبه بتاعته في الملعب في اوقات كثيره شيء ثاني. وضربت مثال بمباراه الكونغو لما قلت ان في وقت من الاوقات انا شفت محمد صلاح بيعمل ده،
النهارده كابتن عماد متعب بيتكلم عن محمد صلاح في بين الشوطين وبيقول انا بعتبر ان دي افضل مباراه لعبها صلاح مع المنتخب واكثر صحيح واحده من افضل المباريات اللي لعبها محمد صلاح اكثر مباراه صحيح وعايزين نركز بقى في الجمله اللي قالها واحد زي كابتن عماد متعب اكثر مباراه جري فيها محمد صلاح اوكي كابتن اسلام انا مش هشوف الحاجه الحلوه حلوه يقول عليها وحشه اطلاقا اوكي المفروض دور النقد الرياضي ودورنا احنا ان احنا المفروض صح. نشاور على السلبيه الموجوده او في الحاجه اللي احنا برافو عليك يا استاذ خالد هو حضرتك النهارده لانه انا بقول لك من امبارح للنهارده جالي تعليقات سلبيه كتيره عن على الكلام اللي حضرتك قلته امبارح فانا كنت بقول الرد لان انا عارف رايك وعارف انت قصدك ايه وعارف ان ده دورك انه النقد الرياضي هو موجود علشان التوجيه للناحية الإيجابية وليس للنواحي السلبية إذا كنت بقول إن محمد يحتاج كذا لما شوف امبارح أنا كنت بقول إيه والنهاردة بقول إيه لما حصل اللي أنا بطالب بيه أكون مبسوط بالظبط كده برافو عليك مفيش بيني وبين محمد صلاح أي لا بالعكس هيظل محمد صلاح هو فخر لينا كلنا يعني أنا أتحدث عن قائد منتخب بلدي صحيح فلما أكون قائد منتخب بلدي أنا أطالب منه ان يكون اكثر حمل واكثر حده أيوة. واكثر اندفاع واكثر قوه ويعمل ده واكثر اقول له برافو انت عملت اللي انا او وصلت للصوره اللي انا كنت اتمناها وعلى فكره شفنا النهارده نفس اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح نفس اللي احنا كنا بنقوله وده اللي احنا كنا عايزينه صحيح مظبوط صبري الحكيم كان وصل بيه في الكلام فنيا يقول طب ما محمد دي وقعد احتياطي حتى وانا قاعد صحيح لا مش احتياط وحضرتك قلت وجود محمد صلاح في الملعب لوحده اهو الصوره لو انت بتتفرج على قناه الاهلي هي دي الصوره اللي انا دايما اتكلم عنها ان وجود ما اعرفش هتتفرج الصوره دايما ايه خير دليل وخير تعليق اللاعب وجود محمد صلاح فقط في الملعب بيخلي الصوره دي دايما موجوده اتفضل يا استاذ خالد بالظبط احنا عايزين يعني الحمد لله بحمد ربنا ان انت بتتكلم عن شيء ما قبل وما بعد ويا ريت فعلا دور الاعلام يا كابتن اسلام طيب انه لم زي ما حضرتك عملت كده يعني في ناقد رياضي اتكلم عن جزئيه وطلب وقال اتمنى ان اشوف ده ولما حصل وده حصل فعلا بتقول له ايه رايك؟ صح بقول لك لا طبعا ده اللي انا اتمناه ورغبتوه زي انا في الاول الحلقه انا كنت في اول الحلقه قلت ايه يا استاذ خالد؟ قلت ان محمد هاني يستحق الطرد خلاص؟ فجه الكابتن ناصر عباس وقلت لهم هاتوا لي كابتن ناصر انا شايفها كده فكابتن ناصر وضح لي موضوع او شكل ان يطرد امتى؟ في حاله واحده لو رجله او الحذاء اللي لابسه يجي في وش اللاعب فده ما جاش في وش اللاعب وبالتالي هو تهور يصل للكارت الاصفر فقط وبالتالي انا هنا اقتنعت فقلت انا اسف عشان كده بقول ان هي طرد غير مستحق لمحمد هاني يعني هي دي الفكره ما هو الغريب هنا برضو ان احنا في حاجات برضو في التحكيم تحس ان ملهاش معيار يعني كابتن سمير عثمان جابوه بين محمود سمير عثمان جابوه بين سمير عثمان جابوه بين الشوطين وقال لك طرد مستحق اوكي هو يعني ما دي هو انا هسمع كلام كابتن ناصر عباس يعني هو انا طبعا وانا طبعا لان انا شايف ان هي فيها اندفاع وفيها يعني مش عايز اقول تهور انما طالما القانون هنا بيقول ان لازم يجي بالظبط يواجه اللاعب ده بقى خلاص طيب انا بشكرك جدا يا استاذ خالد انا بس حبيت ان احنا نتكلم في هذا الامر مره اخرى شكرا جزيلا لناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتربي وصلنا لفقره حائط صد